طبعا لو تلاحظوا مثل ما قلت لكم انه هذه اللثه الصحيه اللي هي بينك، وهذه اللثه الحمراء لو تلاحظون شلون صار لونها. طبعا اكيد بسبب عدم الاهتمام، هاي اول شيء. اول مشكله من المشاكل اللي ممكن تصير هي انحسار اللثه. انحسار اللثه يعني لو تلاحظون طبعا مستوى اللثه الطبيعي المفروض يكون حوالين عنق السن، هذا المستوى الطبيعي. بس في اعتقاد خاطئ الكثير يعتقده انه والله دكتورة احنا كل ما نفرشي اسناننا بقوة انه كل ما ممكن تتنظف اكثر. طبعا هذا اعتقاد جدا غلط، لانه التفريش بصورة مثل ما نقول اجريسيف او قوية راح يخلي اللثة تنزاح او تتزحزح عن مكانها، فبالتالي بعد ما تنزاح عن مكانها راح يبدي جزء من جذر السن يطلع، وحتلاحظون الاسنان حتكون حساسة اكثر.